السلام عليكم، انا ايمان من دكتور كروشيه، والنهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نعمل الكوستر او المفرش ده. وفي فيديو قبل ده شرحت فيه ازاي نعمل ورقة الشجر والوردة دي. ان شاء الله النهارده هستخدم خيوط ديفا او ديفا بيبي، وهستخدم ابرة 2.5. يلا نبدأ. بسم الله، هبدأ بحلقة سحرية. هرتفع سلسلتين وهعمل 12 غرزة عمود. هلف الخيط وادخل في الحلقة، هاخد الخيط واطلع، هلف الخيط واطلع من حلقتين، وبعدين اطلع من الحلقتين تاني، ادخل هاخد الخيط واطلع، لف الخيط وادخل الخيط واطلع، هكمل ال 12 وارجع لكم. هقفل الحلقة كويس، وبعدين هعمل منزلقة في أول غرزة عمود بلفة. مش هعمل في السلسلتين، هعمل في أول غرزة عمود بلفة. هدخل في الحلقتين، هاخد الخيط واطلع واطلع كده. أول دور. الدور التاني برتفع السلسلتين وبعمل غرزة عمود بلفة في نفس المكان، وكمان غرزة، وبعمل تزايد في كل الغرز، يعني بعمل غرزتين عمود بلفة في كل غرزة. واحد، اثنين، كده انا خلصت الدور الثاني. هعمل منزلقه في اول غرزة عمود بلف، هدخل في الحلقتين واخد الخيط واطلع. ببدا الدور الثالث بسلسلتين واعمل تزايد في اول غرزه، وبعدين غرزه واحده في اللي بعدها، وهكذا. يعني واحد، اثنين في أول غرزة، واللي بعدها غرزة واحدة. طبعا مش بنحسب أول سلسلتين كعمود بلف. ونكمل تزايد غرزة واحدة. كده خلصت السطر الثالث، هعمل منزلقة في أول غرزة عملتها. هبدأ السطر الرابع كالعادة بسلسلتين. هيبقى الباترون كالتالي: تزايد غرزة غرزة، يبقى تزايد غرزتين، وبعدين غرزة وغرزة، تزايد غرزة غرزة، 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 تزايد هبدأ السطر الجديد بقى. ارتفع سلسلتين وهيبقى الباترون كالتالي: غرزتين في أول غرزة، غرزة غرزة غرزة، يعني غرزة تزايد وثلاث غرز بدون تزايد. واحد،
اتنين، واحد، اتنين، تلاتة، واحد، اتنين، واحد، اتنين، تلاتة. كده خلصت السطر ده، هقفل غرزة منزلقة في أول غرزة عمود عملتها. كده أنا عملت 1 2 3 4 5، 5 سطور عملته. المفروض يبقى عندي 7 سطور، كده بقلنا سطرين. اللي بعده هعمل غرزتين ارتفاع أو سلسلتين ارتفاع، وهعمل تزايد في أول غرزة وبعدين 4 غرز بدون تزايد. يبقى 1 2 1 2 3 4، تاني 1 2، ده التزايد، 1 2 3 4، 4 غرز فردي، وهكمل لحد نهاية الدور. هنقفل بمنزلقة في أول غرزة عمود عملناه. السطر اللي قبل الأخير هنرتفع سلسلتين، هنعمل تزويد في أول غرزة، وهنعمل 5 غرز فردية. يبقى 1 2، 1 2، 3 4 5، 1 2، 1 2، 3 4 5. هنقفل بمنزلقة في أول غرزة عمود عملناها. ده شكل القطع عندنا لحد دلوقتي. دلوقتي بقى مفروض ان احنا نعمل الحواف دي. هنرتفع سلسلة واحدة، هندخل في نفس المكان نعمل حشو
ندخل ناخد الخيط ونطلع، عندي حلقتين هنلف الخيط ونطلع منهم. هعمل سكيب لغرزتين او هتجاهل غرزتين، وفي التالتة هدخل واعمل غرزة مروحة اللي هو هعمل 7 غرز عمود بلف. يبقى هلف الخيط اسيب غرزتين وادخل في التالتة، اخد الخيط واطلع، الف الخيط اطلع من حلقتين، والف الخيط واطلع من حلقتين. هكررها 7 مرات، 2 3 4 5 6 7. كده خلصت 7 غرز. هتجاهل كمان غرزتين دول، هتجاهل غرزتين دول وادخل في التالتة واعمل غرزة حشو. هدخل اخد الخيط واطلع، الف الخيط واطلع من الحلقتين. كده اول مش عارفة اسمها ايه، بس اول غرزة مروحة عملناها، وهنكرر لحد نهاية السطر. هقولها تاني، هلف الخيط اتجاهل غرزتين، وفي التالتة هدخل اخد الخيط واطلع، الف الخيط واطلع من حلقتين، والف الخيط واطلع من حلقتين. كده عملت غرزة عمود بلف. هكررها 6 مرات، يعني التوتال هيبقى 7 غرز في غرزة واحدة. 2 3 4 5 6 7. هسيب غرزتين وادخل اعمل حشو. وصلت لآخر مروحة، هتجاهل غرزتين وادخل في التالتة اعمل 7 عمود. 2 3 4 5 6 7. وفي أول غرزة حشو عملتها هعمل منزلقة وارتفع بسلسلة واقفل. دي الطريقة العادية، بس أنا بحب أعمل طريقة تانية. قبل ما بعمل المنزلقة بقص الخيط عند آخر غرزة عملتها من غير ما أعمل سلسلة ولا أي حاجة. بستخدم إبرة التنظيف. هعمل ايه بقى؟ المفروض ان انا اعمل المنزلقة في الغرزة دي، فانا هسيبها وهروح لأول غرزة عمود بلفة عملتها وهدخل فيها كده تحت الحلقتين، وبعدين ارجع للغرزة اللي طالع منها الخيط اللي هي اخر غرزة عمود بلفة، وادخل هنا يعني في النص كده. كده هتلاقوا ان اتكون هنا زي غرزة اهي، غرزة زي باقي الغرز. بشد الخيط عشان تبقى الغرزة مقاس باقي الغرز بالظبط، وبعدين ببدأ ادخل الخيط من ورا عادي واقصه. ناخد بالنا الخيط الضيفة بيبقى بيزحلق جدا، فلازم تدخليه كويس. الحمد لله خلصنا الكوستر او المفرش بتاعنا. هو مقاسه النهائي 11، مقاس الدايرة 11 سنتي، لكن مقاسه بال اللي هي
الزينة اللي بره دي 13 سنتي، وده شكله النهائي. الوردة وورقة الشجر هتلاقوا في فيديو منفصل قبل الفيديو ده ان شاء الله. والحاجات الصغننة دي ليها فيديو، هكون مبسوطة جدا لو شفتوا الفيديوهات اللي قبل كده، واستنوا توني فيديوهات جديدة ان شاء الله. شكرا.